السلام عليكم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاه توسع بها علينا الارزاق وتحسن بها لنا الاخلاق، وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تسبى، ومن دعوه لا يستجاب لها. تمام المسموعه yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba, mari sama-sama kita belajar dan mengaji ya dari sebuah video, yaitu dari Habibuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, yaitu mengenai tentang sikap Imam Mahdi ketika akan dibaiat, ketika ditunjuk sebagai seorang pemimpin. Ya, bagaimana sikapnya? Dan ini pun ya bisa dijadikan contoh untuk kita, untuk diri yang mau maju atau tampil sebagai seorang pemimpin. Bagaimana seharusnya? Ya, karena menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Ya, apalagi tanggung jawabnya luar biasa. Ada amanah di dalamnya. Nah, asabik semua, maka dari oleh itu mari kita simak. Mari kita simak pelajaran ya ngaji kita dari Habibuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Langsung saja. Ya, al-khabar li sayyidina Khalid bin Al-Walid. Wa huwa fi al-ma'raka. Amma ba'd faqad 'azaltuk wa walaytuk 'ala al-jayshi. أبا عبيدة من اسمه لا من يذكر أبا عبيدة أبا عبيدة قبل وفاة أبا عبيدة بخلاف سيد عمر توفي أبا عبيدة بن الجراح لأن النبي سمع كلمة لأن سيد عمر سمع كلمة من النبي يقول إن أمين هذه الأمة سأبعد معكم أمين جدا أمين قال لي وفد نجران لما جو النصارى بعد إلينا أمين من قومر نسلم له الجزيد قال سأبعث معكم أمينا جدا أمين فعين لهم أبا عبيدة فأصبح الصباح يسرح معهم فقال صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة سيدنا عمر ما ذكر كلمة في الجنوب قال هذا أمين الأمة ولا أما وصل الخبر فالرسالة قال مرحبا أنهى المعركة حتى لا يضطرب الجيش ودعا أبا عبيدة وسلمه رسالة من أمير المؤمنين قال أنا الآن يجي معك أمرني بما تشاء وأنا إنما أقاتل لنصرة الله ورسوله تكون كلمة الله العليا فأنا أكون قائدا وأكون جندي دافر والله وتولى سيدنا أبو عبيدة وكان من جنوده وخالد بن الوليد ذلك ان سيدنا عمر خاف من كلمه ارسلها في رساله سيدنا خالد بن الوليد كتب من خالد من سيف الله الذي سلته على المشركين خالد بن الوليد الى امير المؤمنين عمر بن الوليد لما وصلت رساله خاف سيدنا عمر كثير وقال لن ينصر الله تعالى اهل ملتي اهل ديني هذا وجه رسوله يقول خالد انه سيف الله يظن ان ما نصره به فعزل ثم تبين لسيدنا عمر مواقف بعد ذلك مع خالد انه لم يكن حائم حول قلب شيء مما خاف عليه فقال يرحم الله ابا بكر كان اعرف الرجال مني ان سيدنا بكر ولي ولا الا خالد وفي خلافته مضى سيدنا أبو عبيدة فكان عند وفاته يقول لو كان أبو عبيدة حي لا أوصيت له بالخلافة
فإن سألني الله أقول سمعت نبيك يقول إنه أمين، هذه لما أعطيتها الأمين. لهذا أوصى إلى الستة أن يختاروا من بينهم واحدا حسب رأي أكثريتهم ويحضر الشورى معهم ابن عبد الله وليس له شيء في الأمر، بل يكفي أن يسأل عنها واحد من الخطاب. سامعين؟ فكيف ضيع المسلمون هذه الحقائق؟ الله يحييك. و يا عبد الرحمن، قل لابن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها. في كثير الآن أنا وهناك سمعان يرى نفسه المهدي، سامعين؟ عدد منهم قليل، عدنا حول الوطن وايش بغيت؟ لا بغيت شيء، لو جبت نفسه عبد انه روح لك في العباده وخلك الله وخل خلق الله رايك. المهدي يدعى للبيعه وهو الامام فيرفض ويهرب بنفسه، ولا يمد يده عند الكعبة إلا بعد الشوف تخرج عليه يهدد بالقتل. مهدي ما هو طالب مهرة، مهدي ما هو طالب دنيا. ها خليفة حق وسيدك يختاروا رب العباد ولعبة، ولا يريد الدنيا ولا ما فيها ولا يصلح لنفسه. حيل مجهل يتوسط الغرض. هذا هو الأمر الثاني. كثير بعضهم هذولا عنده توقعات ما يسعى للسلطة ولا لغيره، ولكن توقعاته جارية عن عدم فهم لمهمته وواجباته ولا شيء، يراه أنه مرض عليه وذنهن وجوده، ولا يظهر الإمام المهدي آخر زمان حتى يدعي المهدوية كذا كذا كلهم قبل. وفي قبل 25 سنة واحد ادعى المهدي وجاء للحرم وجاب له سلحفاة وجاب له جنود ودربوه، تعطلت استلام الحرم بعض الأيام ووقع قتال وخوفوا الناس عند الكعبة، وهذا هو خلق الله. وبعد قاموا وعباس نفسهم وقتلهم وانتهى المهدي ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني دور لك على الهداية واهتدي بهدي الله وأنت صاحب خير كبير. الله تبارك وتعالى. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه سيدنا رافع بن عمر لا تأمر على اثنين، تسمع؟ قال لا تأمر على اثنين، لا تطلب بالإمارة على اثنين. ثم ولي سيدنا أبو بكر الخلافة، قال له رافع ألم تقول لي لا تأمر على اثنين وأنت قد وليت أمر أمة محمد؟ قال بلى وأنا أقول لك لا، عادل أنا أقول لك هكذا. فمن لم يعدل فيها يقول سيدنا أبو بكر فعليه بهلة الله يعني لعنة الله. وما لازلت كل واحد يقول لا تأمر على اثنين. أنت وين وليت أن الخلاف؟ فهو صاحب بصيرة وقوة. السلام عليكم semua. Nah, tadi itulah ya video ngaji kita bersama Abi Umar ya. Bagaimana luar biasanya ya, memegang tampuk jabatan. Ya, katakan oleh Habibuna Al-Habib Umar bin Muhammad Salim Habib tadi, Imam Mahdi saja ketika akan disuruh jadi pemimpin ya, beliau menolak ketika dipaksa
ya, dengan pedang, itu baru mau beliau. Ya. Nah, apa kata Sayyidina Abu Bakar, orang siapa yang dirinya menjadi pemimpin tapi tidak adil, ya, siap-siaplah laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ah, sedap sekali. Ya. Sampai ke mana? Kini telah ya video kali ini. Sekiranya bermanfaat, seperti biasa jangan lupa share video ini pada orang-orang kita cintai, dan juga share ke akun media sosial kalian juga agar video ini lebih bermanfaat lagi. Wallahualam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.